بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة عالم الكوكتيل وطيور الزينة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله اول يوم في رمضان، اتمنى يكون رمضان سعيد علينا جميعا ويقدرنا باذن الله على الصيام والقيام. كنا اتكلمنا قبل كده، قلنا هنتكلم عن طرق توالف الكوكتيل. كان بيسألنا عنه العضو، كان اسمه محمود بدوي، كان بيسأل، كان سؤال بيقول: لو السلام عليكم، انا جبت جوز كتير وفصلته عن بعضه، الهدف ان اولف الذكر عن النتايه. هو كان بيسأل عامة، يعني كتابة كده كتير عامة، كان بيسأل عن هو جاب جوز وكان عاوز يخلي الجوز يتوالف مع بعضه، ولكن هو لما دخل الانثى للذكر ما ولفتش معاه رغم ان هما بقالهم مع بعض شهرين. ده كان السؤال بتاع الاستاذ محمود بدوي. قلنا له ان شاء الله هنعمل موضوع هنرد عليك، وبالفعل احنا بنرد على الموضوع اهوت، وعملنا له موضوع عن طرق توالف تولف الكوكتيل. احنا بنقول طرق توالف مش طريقه توالف، يعني اذا في اكتر من طريقه ان انت توالف بيها ازواج الكوكتيل. طيب عشان توصل لعصفور متوالف او تعرف ان الزوج دوت متوالف، ايه الدلاله اللي بتكون على كده؟ بتلاقي في زي الصوره اللي قدامنا كده، بتلاقي الجوز واقف جنب بعضه، بيبقى قريبين من بعض، بياكلوا بعض، بيمسحوا وش بعض او بينضفوا وش بعض، ده كده بيكون زوج متوالف. على الشمال اهوت احنا شايفين ذكر بخد، وعلى اليمين الأنثى وايت فيس. عادي جدا إنك تتجوز وايت فيس لبخد، لأن في ناس بتسألني السؤال ده أكتر من مرة: هل ينفع أجوز وايت فيس لبخد؟ طب لو اتجوزهم يطلعوا إنتاج، ولا يكون الإنتاج وحش، ولا يكون معيوب، ولا يكون إيه؟ لا عادي يطلع إنتاج عادي، بس طبعا طالما اتجوزت وايت فيس لحاجة بخد أيا كانت، إذا كان الذكر أو الأنثى، هتلاقي كل إنتاجك بخد وبيكون حامل الوايت فيس سواء كان الذكر أو الأنثى. طيب إيه، نرجع بقى لموضوعنا، ايه بقى طرق التوالف في الكوكتيل دوت؟ اول حاجه انت في البدايه بتجيب اقفاص الكوكتيل، المفروض بتجيب اقفاص يكون حجمه مناسب للزوج بتاعك. طبعا الاقفاص المناسبه اسلم حاجه، ان انت تجيب اقفاص يكون كبير، العرض بتاعه المفروض ما يقلش عن 70 والارتفاع 60 والعمق يكون 45 او 50. 60 بالذات الارتفاع ده بيكون ارتفاع محبب، يعني لازم القفص يكون فيه ارتفاع لان الكوكتيل بيحب يتسلق ويحب يقعد يطلع وينزل الاقفاص داخل القفص باستمرار. في قفص في السوق موجودة جاهزة زي القفص دوت كده اللي أنا برابط فيه اللي قدامكم دوت، كنت عملت قبل كده بالصورة دي قبل كده موضوع، كنا بنتكلم عن تجويع طيور الزينة لو تفتكروا، كان في موضوع على القناة بالاسم ده، والفيديو ده كان لجوز عندي ألبينو. القفص دوت موجود في السوق وهتلاقوه موجود، هو على ما أعتقد سعره دلوقتي فرنج 60 جنيه، حاجة زي كده. الارتفاع بتاعه 55 والعرض 45 والعمق 40، في منه موديلات أو في منه مقاسات مختلفة. حاول على قد ما تقدر تجيب القفص الأكبر. في قفص تاني بيبقى أكبر شوية مستطيل، أنا بستخدمه برضه حاليا، ده برضه للكوكتيل كويس جدا، بيبقى الارتفاع بتاعه 60 أو 65 والعرض بتاعه بيكون 50 والعمق بتاعه 50. قفص ممتاز وحجمه كويس جدا ومناسب جدا للكوكتيل. كل ما جبت قفص أكبر كل ما كان أفضل. طيب ازاي بقى نولف الكوكتيل؟ اول حاجه لازم تتاكد ان الجوز بتاعك وصل لسن التزاوج. سن التزاوج للكوكتيل او بيبقى المفروض للذكر يتزوج بعد، يفضل بعد سن 10 شهور، والانثى بعد سنه. ولكن المقاييس العلميه او اغلب الناس اللي بتربي بره بيحبوا يخلوا ان الذكر يوصل لسن سنه والانثى تعدي السنه ونص، يعني الذكر يكون اصغر من الانثى في السن. احنا عندنا في حالات نادرة حصلت فيها تزاوج عند سن 7 شهور ونص، ودي حالة حصلت معايا أنا شخصيا. بعد 7 شهور ونص الذكر والأنثى اتجوزوا وأنتجوا ما شاء الله، والإنتاج بتاعهم طلع كان كويس جدا، ما كانش في أي مشاكل. ولكن طبعا الصح ويفضل إنك تصبر للسن المناسب للتزاوج. سن البلوغ غير سن التزاوج. سن البلوغ اللي هو اللي بيبان فيه الذكر من الأنثى وبيبدأ يظهر فيها دلالات تبين لك إن ده ذكر أو أنثى، من السلوك بتاعه تقدر تعرف وتبدأ بقى تجوز الأجواز بتاعتك بطريقة صحيحة. سن البلوغ للكوكتيل هو سن ال7 شهور، بيبدأ بقى يبان على الذكر تغيرات، زي مثلا بتلاقي الذكر لو هو رمادي بتلاقي الوش بتاعه بيبدأ يصفر كله، لو هو فرنساوي وايت فيس يعني هتلاقي الوش بتاعه بدل ما كان فيه نسبة أبيض خفيف والباقي رمادي هتلاقي الوش كله يبقى أبيض، دي بتكون دلالات إن الجوز دوت بدأ يبلغ. لكن لو هو مصبع مش هيبان فيه، المصبعات ما بيبانش فيها الوش بتاعها عامل ازاي، او الازابيل. الازابيل في الذكور هتلاقي الوش كله ابيض زيه زي الوايت فيس، تمام؟ ده لو هو وايت فيس.
لو هو ايزابيل بخد مش هتقدر تعرف ده ذكر او انثى الا من ضمن الدلالات بقى او الحاجات التانية اللي نقدر نعرف بيها ده ذكر او انثى. كنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده على ما اتذكر. طيب ازاي بقى نولف؟ في عندك اكتر من طريقة زي ما احنا قلنا، هي طرق توالف الكوكتيل. اول حاجة انت بتجيب قفص يكون كبير جدا وتحط فيه ازواج ذكور واناث. في البداية بتحط الذكور، وليكن مثلا عندك 5 ازواج، بتحط في البداية في القفص ده 5 ذكور، وبعدين بتدخل عليهم 5 اناث، وبيبدأ بعد كده بيبدأ الطير نفسه بيختار، كل ذكر بيختار له انثى زي ما يحب. بعدها كل زوج بياخد بعضه، او كل زوج بتلاقيه واقف جنب بعضه او بتلاقيه اكل بعضه، بتبدأ تاخده وتحطه في قفص لوحده. دي الطريقة الاولى. الطريقة التانية ان انت بتجيب قفص زي القفص اللي قدامنا دوت كده، بتدخل فيه الذكر وتسيب الذكر فيه لمدة من اسبوع لشهر، وبعدها بتدخل عليه الانثى. طيب هل الانثى لازم تكون جنب قفص تاني؟ لا مش شرط. طيب هل في سبب او داعي يخليني ان انا احط الانثى في قفص جنبيه؟ في بعض ازواج او في بعض زيجات انت عاوز تعمل جوازة مثلا، تتجوز الذكر ده للانثى دي، لازم الذكر ده يتجوز الانثى دي عشان تعمل التركيبة اللي في دماغك. بتعمل ايه؟ بتقوم حاطط الانثى جنب القفص، في قفص جنب القفص بتاع الذكر على سبيل يكون شايفها ويتوالف معاها. ده لو الجوازة الطبيعية بتاعتهم ما نفعتش، يعني لو انت جيت حطيت الذكر في البداية للأنثى والأنثى جت دخلت عليه وبعدين ما توالفوش، أو بدأ الذكر يضرب الأنثى ويبدأ يكون في عراق وما لقيتش في توالف، بتقوم واخد الأنثى شايلها وتحطها في قفص جنب القفص بتاع الذكر. بيكون يفضل إن هو يكون قفص أصغر شوية من قفص الذكر، وبتحط الأكل للذكر والأنثى بتجوعها يوم، مش يوم بمعنى يوم كامل، يعني بتشيل الأكل من عندها من بالليل لتاني يوم الصبحية، من بعد العشاء لتاني يوم الصبحية الساعة مثلا 10، وبعدها تاخد الأنثى تحط الأنثى للذكر وتشيل الأكالة من قدام الذكر على سبيل إن الأنثى تاكل من الذكر. تمام، ده لو الأنثى طبعا مش راضية تتوالف مع الذكر. دي كانت من ضمن طرق التوالف اللي احنا ممكن نعملها. طب هل في طرق تانية نولف بيها الأزواج مع بعضها؟ اه ممكن تولف الأزواج مع بعضها. طيب ازاي اعمل ايه عشان اخلي الزوج دوت يكون متوالف؟ بتبدأ تخلي الذكر يختار الأنثى بتاعته من وسط مجموعة إناث. ازاي؟ يعني بتحط الذكر جوه وسط مجموعة فيها إناث وتخلي الذكر هو يختار أنثى بتاعته من أكتر من أنثى موجودة. ودي كده الطرق اللي ممكن نولف بيها. نراجع تاني الطرق. أول طريقة بنجيب قفص كبير ونجيب مجموعة الطيور بتاعتنا الذكور مع الإناث، ونخلي الطيور تختار من نفسها طريقة التوالف، أو يعني الذكر يختار أنثى له، ودي في الطيور الجماعية أو في التربية الجماعية. دي أسهل طريقة ودي أنجح طريقة إن أنت تولف بيها زوج مع بعضه. الطريقة التانية إن أنت بتجيب الذكر تحطه في العين وتدخل معاه الأنثى وبتسيبهم شوية مع بعض، خلال شهر أو شهرين بيتعودوا على بعض ويبدأ الذكر يأكل الأنثى أو يبدأ الذكر يخش جوه العش. خلال الفترة دي طبعا ما بنركبش بياضات. الطريقة التالتة إن أنت تاخد الذكر تحطه في عش لوحده، في قفص لوحده، وبتحط الأنثى جنبيه في قفص تاني وتسيبها جنبيه لمدة شهر لحد الذكر ما يشتاق لها، وبعدين تاخد الأنثى تدخل الأنثى على الذكر مش العكس، يعني ما تخش الذكر للأنثى، لا الأنثى هي اللي تخش على القفص بتاع الذكر. تمام، ودي كده ال3 طرق اللي ممكن تولد بيها زوج كوكتيل. تمام، طيب في الطريقة الرابعة بقى الأخيرة اللي أنا قلت لكم عليها، إن أنت تخلي الذكر يختار من مجموعة إناث. ده لو أنت عاوز الذكر ده تحديدا يتجوز أي أنثى من وسط مجموعة، ده لو انت عاوز تعمل تركيبة معينة زي مثلا عندك ذكر البينو ومحتاج تطلع منه اناث البينو، فانت لو جوزته اي انثى البينو، اي انثى وايت فيس مش هتفرق، او اي انثى البينو مش هتفرق، كل واحد هيديلك في الانتاج البينو. تمام، دي كده ال4 طرق بتوع توالف الكوكتيل. لو في حد عنده فكرة تانية حابب يضيفها اتمنى طبعا يحط لي في الكومنتات، لو حد بدأ اي تعليق او اي سؤال اكون سعيد بيه. طبعا خد بالك من حاجة مهمة جدا عاوز اقول لك عليها، خلال فترة التوالف ديت ما بتعلقش العش بتاعك نهائي. فترة التوالف للأستاذ اللي كان بيسألنا على الفيس، عفوا على اليوتيوب، أستاذ محمود بدوي اللي كان بيقول إن هو بقالهم 2 شهر وما تولفوش. 2 شهر بالنسبة للكوكتيل حاجة عادية جدا، طبيعي جدا إن الكوكتيل يقعد الفترة دي، وممكن كمان يزيد عن كده، ممكن تقعد يعني جوز كوكتيل عندك يقعد 4 شهور 6 شهور عم يتوالف مع الأنثى. أهم حاجة بس لازم تتأكد منها إن أنت جايب ذكر وأنثى مش 2 إناث أو 2 ذكور. تاني حاجة لازم تتأكد إن الجوز ده وصل لسن التزاوج،
سن التوارث اللي هو سن ان الذكر يحتاج انثى تكون موجوده معاه. بس اتمنى الموضوع يكون فاتكم، لو في اي سؤال او اي استفسار اتمنى تعمل لي تعليق، لو شايف ان الموضوع مهم وممكن حد يستفاد بيه غيرك ما تبخلش عليا وتعمل شير، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. تحياتي ليك، في رعاية الله.